portion of what producers do is they problem solve. It's figuring it out. It's like, okay, we plan, and the day was going to go this way, and now something has happened, and oh, what are we going to do? How do we improvise? How do we fix it? The reason we do our workshop is because we want to reach out to filmmakers around the world, diverse voices, and give them the tools to help them tell better stories and reach larger audiences. And so what we try to do with the PGA is bring our experience and knowledge and share it with filmmakers around the world. So let's say you make a deal with Panavision for your camera, and they're like, okay, we're gonna give you the camera for your 4-week shoot for $4,000. يعني خبرة الأستاذ في صناعة الأفلام وبالذات بالإنتاج ساعدنا على مشروعي راح يعني عملية تقسيم السكريبت تقسيمه ودراسته بموضوع الميزانية. الانستركتور كتير انتوزياستيك وكتير بيعرف يعبر عن أفكاره وأعطانا معلومات نحن ما كنا نعرفها وصار عندنا فكرة أكثر عن كيف الفلو أوف ورك والهيراركي بالأشياء وطريقة الشغل بتصير بأمريكا كمان وبالهوليوود ستايل فيلمز نحكي. وهذا انسايت نحن ما كان نقدر ناخذه بهالسهوله لو حدا مش من هاي الاندستري. كان كل ثانيه مرت علينا لا تقدر بثمن، كل ثانيه كانت تمر كان يكون فيها معلومه جديده و انلايتنج، يعني الحجم الافق اللي انفتح قدامنا والافكار اللي انفتحت قدامنا خلتني من افكار بسيطه واحلام بسيطه الى احلام عظيمه جدا. البروجكت تبعي كان بدي اكثر اطوره من ناحيه الديفلوبمنت تبعه، وبهاي الورشة قدرت أقعد مع الأستاذ ويعطيني هو وجهة نظره وإيش الأشياء اللي بدها تحسين.